مرحبا والله يسعد أوقاتكم بكل الخير. اعذروني وسامحوني تأخرت عليكم، مسألة الوقت والحياة ومشاغل الحياة. الحمد لله الحمد لله على كل حال. اليوم بدي أحكي معكم عن الأوركيد وعصير الليمون. ما في شك بإني الأحماض العضوية بمجملها بتعتبر منبهات بتساعد على النمو وعلى الإزهار، ولكن حتما بدها تكون بالجرعة أو الكمية الصحيحة. من هاي الأحماض حمض ستريك أو ممكن عصير الليمون اللي هلأ بدنا نشوف كيف، وبدنا يكون حتما مضاف للماء. هاي النبتة أنا الشهر الماضي عطيتها هيدا المحلول اللي هلأ بدنا نشوفه، بدي فرجيكم كيف إنه كتير بيساعد على النمو، بيسرع من النمو سواء كانت الأوراق أو الجذور أو حتى النموات هون الجديدة. اسم الله عليا وهي مزهرة بعدها، يعني مثل ما شايفين بحالة إزهار، في نموات كتير حلوة كتير قوية. شوفوا أنا هون حاولت بعد الأوراق حتى ما تعيق نمو الفرع هون الجديد اللي عم بيطلع ما شاء الله. شوفوا في ورقة جديدة، يعني عادة الأوركيد بفترة الإزهار قليل ما نشوف إني في نمو الأوراق، لأن طاقتها كلها رايحة على الإزهار وعلى النموات الجديدة اللي بالساق. شوفوا حتى هاي بالجهة الثانية اسم الله كمان في فرع جديد، ولكن الأوركيدة هي خالفة القاعدة، ولكل قاعدة شواز مع كل النموات اللي فيها بالساق الاثنين، يعني في ورقة جديدة كمان عم بتطلع ما شاء الله ما شاء الله عليا. يعني شو بدنا بعد أحلى من هيك؟ زهور، نموات جديدة بالأفرع، كتير كتير أنا سعيدة فيها، ما بتتخيلوا نموين الاثنين الشغالين تمام، ومع اللي هون بالإضافة لألون. أنا ما بخفيكم عطيتهم من المقوي أو المحفز عجينة الكيكي اللي سبق وحكينا عنها، هي بتسرع بتكاثر الخلايا وبنموات تكون أسرع. فهي أنا عطيتها الشهر الماضي، اليوم حأرجع أعطيها من المحلول اللي حنعمله هلأ مع بعض. ما شاء الله عليكي وبسم الله عليكي. الليمون قلنا انه هو مطهر طبيعي، بيساعد كتير على انه يقاوم الامراض، طارد للحشرات، بيقوي جهاز مناعة النبات، وشفنا كيف انه بيسرع من النمو. هلأ كيف حنعمل المحلول؟ هاخد نص ليمونة، هاخد لتر مي مغلية ومبردة لحتى مثل ما قلنا نضمن انه ما فيها كلور، او قلنا من بيتها قبل بليلة لحتى كل الكلور يتبخر. لتر مي بدها تكون فاترة، ما تكون باردة ابدا ولا سخنة حارة. يعني حنعصر معلقة صغيرة، يعني يدوب بضع قطرات مثل ما بيقولوا، وحضيفة للتر المي. هاي هي الكمية الصحيحة، لا تزيدوا عليها أبدا، لازم تكون الجرعة صحيحة 100%. هلأ هأخذ نص كاسة لكل إناء، هاي تقريبا نص كاسة
بدي صبن على نبتتي. خليها تصفي منيح. ما في شك بأنه المي مع الليمون اللي عملناه، المحلول هيدا بيزيل آثار المي، المي العسر معروف إن المي بيبقى فيها أملاح وكالسيوم، فهي الطريقة هاي بتخفف وبتروح المي. نحن لما بنروي إذا بتنتبهوا بنحطها بالمي بطريقة الغمس، فالأملاح بتبقى موجودة على الوش على الطبقة الفوقانية. هاي الحركة وهيدا المحلول اللي قلنا انه هو مطهر طبيعي بيساعد على النمو مثل ما شفنا النموات اللي فيها، لاني قلت لكم انا اعطيتها هداك الشهر، فهيدا الشهر كمان حابة عيد عليها. هاي الطريقة بتخفف بتزيل اثار المي والاملاح اللي بتكون بالمي. اعملوها وشوفوا الفرق. ممكن ان نرش الاوراق أو إني نمسحها، أنا رح أمسحها. صفيت لأنه أنا مثل ما شفتوا ما غمرت غمر وإنما حطيت عليها من فوق. في فراغات وإذا في شيء أي زايد رح خليها تصفي منيح، وبعدها حنقلها الإناء اللي هي فيه لمكان الموجود. هلأ حامسح الأوراق، ممكن إني نرشهم وممكن إني نمسحهم. اتنين نظيفة معقمة طبعاً من الصيدلية يعني اللي منجيبهم جاهزين. هنمسح أوراقة مثل ما قلت لكم أنا بعدتهم عشان ما يعيق نمو هالأفرع الجديدة اللي عم تطرحها الساق. الحمد لله الحمد لله. بمسحهم وبتعرفوا انه ما بده يجي اي مي على راس النبتة او بين لورا لحتى مي مع الايام تعفن او تتأثر، لانه قلنا هي بتحب رطوبة ما بتحب المي. مسح لورا بتخليها نظيفة ولامعة وصحية، وكمان بيساعدها على النمو بقويها لأن بيحتوي عصير الليمون على البوتاسيوم وفيتامين سي. إن شاء الله عليكي شو حلوة وأمورك الحمد لله تمام من أحلى ما يمكن. الحمد لله الحمد لله. فهيدا المحلول عملوه مرة بالشهر. بحاول امسح انا اي شي بيحيط فيها ان كان الساق ان كان حتى هيدا العود اللي موجود، بنحميها من اي حشرة من اي مرض بكتيريا ممكن يصيبها، وهيك بنكون عم نطهرها بنمنع تحسبا لاي شي ممكن يصيبها. يعني هيدي فينا نقول حماية. هاي التانية كمان هعطيها بنفس الطريقة. هلأ بلش النهار يطول، بلشت الإضاءة تكون أطول، فتوقعوا أنه تبلش النباتات بمجملها تعطي بلش النمو وتحسوا أنه في فرق مثل ما أنا فرجيتكم مع نبتتي هاي. اسم الله علي اسم الله علي زهرة، يعني ما شاء الله ما شاء الله سبحان الخالق. بشوفكن على خير إن شاء الله وتعالى، وبصحة وسلام وأموركن من أحلى ما يمكن. بأمان الله.
نلتقى على خير.